السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ولا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد طبعا فضلا منكم وليس أمرا. شهد حيد دخل باليوسفية مساء يوم السبت إعادة تمثيل وقائع جريمة قتل وصفت بالبشعة بطلتها الأم وابنتها في حق ابنها القاصر. وحسب مصادر محلية فإن أسباب هذه الجريمة تعود إلى أن الابن الضحية تلميذ قاصر دخل في ملاسنات مع أخته البالغة من العمر 18 سنة قبل أن تتحول إلى تشابك وشجار عنيف بينهما بسبب إرغامها على الدخول مبكرا إلى المنزل، حيث وجه لها ضربة على مستوى البطن لتقوم بتوجيه ركلة عنيفة على مستوى جهازه التناسلي أردته قتيلا في الحين. وقامت الأم رفقة ابنتها بوضع رأسه داخل كيس بلاستيكي في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة لتمويه الأب على أن الضحية قام بالانتحار. ومباشرة عند عودة الأب اتصل بأحد أعوان السلطة وتم إحضار سيارة الإسعاف، حيث نقلت الجثة إلى مستشفى الإقليمي. وأثناء معاينة الجثة تبين أنها تحمل آثار ضرب على مستوى جهازه التناسلي، ليتم ربط الاتصال بمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا حول النازلة. وأثناء البحث مع المتهمتين اعترفت كل واحدة منهما بالمنسوب إليها، كما أقرت الأخت بعدم نيتها قتل أخيها وإنما جاء ذلك عن طريق الخطأ. إذن من المنتظر عرض المتهمتين على أنظار وكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي من أجل قتل الخطأ وإصدار أمره في هذه القضية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.